ربع ساعه اختي وغتخلصي لي من السواد ومن تجاعيد اللي كيكون اختي تحت العين محيط العين وكذلك اختي الزرقيه الكحوليه العروق البارزه اللي كتكون محف محيط او تحت العينين او جنب العينين فقط بمكونات اقتصاديه وبسيطه وفي ربع ساعه منذ اول استعمال ما غاديش فيك ان شاء الله الهلة السوداء وكذلك حتى التجاعيد العنيده والمستحيله اللي كتكون تحت العينين فتبقى بمعنى الخطوات ديال الوصفه وطريقة تحضيرها واستخدامها واستعمالها ان شاء الله بالنسبة للنتيجة راه قدام عويناتكم راه ما شاء الله البنات راه النتيجة مبهرة اللي شفتك اختي ضروري ما تسولك على السر شنو درتي تحت العوينات ديالك باش ما بقاش فيك هذاك السواد ولا هذوك التسبغات اللي كيكونوا في محيط العين وكذلك حتى التجاعيد العميقة والعنيدة مني كنتجاوزوا سن 30 سنة فهادشي كامل غير بوصفه موجوده في كل دار وفي كل منزل فالحاضره اختي تعلم الغيبه وما تنسينيش اختي واحد لايك لا فيديو باش هكذا ان شاء الله يزيد ينتشر ويوصل عند معظم النساء اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس خلينا التعليقات ديالك الاقتراحات ديالك الاستفسارات ديالك شنو هما ان شاء الله المواضيع اللي تبغيني نشارك معك وبسم الله اول حاجه البنات غادي نحتاجوها هي الخرقوم اولا الكركم البلدي هنا البنات عندي خرقوم اللي مطحون على اليد فكنمشي عند العطار نأخذ عواد وكيطحنوا لي تما تما بالتالي يكون فريش كيكون بجميع الامتيازات ديالو يعني حسن ما ناخذ خرقوم معبور واجد كي تعبر لك الكميه اللي بغيتي فهنايا ما كتعرفيش شنو فيه واش ضايفين ليه مكونات ثانويه واش زايدين له شي حويجات وحدين اخرين فمن الاحسن انك تاخذي خرقوم اللي مطحون على اليد بالنسبه للبنات الثانية المكون غادي نحتاجو اتاي اولا الشاي المغربي اللي عنده فعاليه كبيره يا البنات بخصوص علاج انتفاخ العينين وكذلك السواد والهالات السوداء هنا عندي اتاي اللي هو مطحون اتاي عادي ماشي شعره انا غنوريكم بالنسبه للاتي انا النوعية اللي كنخدم بها هي هذه يعني اتاي عادي هذا هو الشكل ديالو اي وحده عندها عاد اتاي ولا نوعيه شي عاديه فطحنها ولا عندها شعرتين ممكن تخدم بها غير الصراحه انا البنات ما كنخدمش به بزاف كنخدم غير بالشاي العادي ها هو البنات هنايا راه مطحون مزيان مزيان كذلك نحتاج واحد شويه ديال اللي دائما كنصح به البنات اللي عندهم اتفاق العين كي اللي بزاف مع الخدمه مع الوليدات مع لي بيبي مع التلفازه مع الخدمه في الباسي مع بزاف ديال الحويجات فكيولي سواد شويه بشويه حتى زروقيه ما كيبقاش غير سواد فديما اختي قرعه المورد اولا البخاخ ديما يكون عندك في ساكك خرجي ديريه دخلي ديريه ديما ديريه في محيط العين وتحت العين وفي الوجه كامل راه رائعة البنات خصوصا يوميا راه كيصلح للتجميل واحمرار العين والحمى والتجاعيد اقتصادي قريعه بجوج دراهم ونص على مسكين وفعاليته كبيره بزاف المهم ضروري البنات ما غادي نحتاجو ان شاء الله كميه من ماء ورد وغادي نحتاجو نص عصير حامضه يعني غنحتاجو الحامض الحامض بزاف البنات عندهم ولكن قليل وقليل فين كتنوضو كديروه لوجهكم ولا كديروه تحت عينيكم فنبغي نقول لكم راه خطير يا البنات كما كنقولو ما شاء الله ضقبت للسود زوين يعني ضروري ما تدي منو غير قطره راه ما غايديرش لك الحساسيه نهائيا إن انا الناس راه ديما تنخدم به واخر حاجه هي واحد شويه ديال العسل ها هو البنات عندي هنايا عسيله حره غادي ناخذ منها شويه باش كتعرفوها حره انا كتكون عندي هكايا بالشهده ممكن تاخذوا طريفه الشهده وتخدمو هو به مزيان وخا يبقاو في دوك الطريفات تحت بالعكس راه مزيان اولا تاخدو هكذا غير العسل السائل على حسب غير هو الا كان حر طبيعة الحال البنات يكون احسن في الفعاليه هادو هما المكونات سهلين سهلين ساهلين بزاف وماسك خطير هذا الماسك هذا البنات بالخرقوم انا كنسمي ماسك الخرقوم لانه ما تيخطانيش اقتصادي وزوين والنتيجه ديالو فوريه يعني ما تحتاجيش كما كنقولوا حنايا مده طويله باش تبان النتيجه لا بالعكس النتيجه سريعه فاول حاجه الناس غادي ناخذ كميه ديال الخرقوم ونضيفها بحال هكايا نزيدها ولا نخلطها بميه ديال الورد من بعد غادي ناخدو كمية ديال آتاي أو الشاي كتعاودو تزيدو شوية ديال ماور. بالنسبة للبنات اللي غير كيدرقو داك السواد بالمكياج فاختي جربي ليا هاد الوصفة راه غترحمي ليا بها الوالدين ابتداء من اليوم مبقيتيش غدرقي هادوك المشاكل اللي عندك تحت عينيك أولا في المحيط العين أولا الزروقية أولا الكماش ولا أي مشكلة اختي على ضمانتي غير جربوها غتوليو مدمنين عليها المهم حبيباتي فغادي نزيد واحد شويه شويه البنات ديال اتاي ولاد ديال الشاي بالنسبه للوصفه كتحكموا لها في القوام بغيتوها عقده راكم كتزيدوا اتاي وتزيدوا الخرقوم بيتوها سائله راه يعني على حسب دائما على حسب القوام ديال الوصفه كيفاش بغيتوها نتوما هنايا راه ولات عاقده انا كنفضلها تكون عاقده وغادي ناخذ عصيره ديال الحامض بالنسبه للحامض الا ما عندكم الحساسيه لانه كاينين بزاف ديال البنات عندهم الحساسيه في الحامض يعني كلي كي اللي كتبغي ديرو كتقول اختي راه الا درتو كيشوط ليا مثلا تحت عينيا ولا وجهي ولا جلدات الجسم ديالي فانا كنديروه البنات راه ما عنده حتى شي مشكل على ضمانتي غير ديروه بالعكس زوين فهمتم ياو آخر حاجه هي العسل البنات العسل كيبقى اختياري حتى هو كتير قليل يعني شوفو نتوما وكما قلت لكم ممكن ديروه بهذيك ال آه كما كنقولوا الشهده حنايا كنسميوها الشهده بهذيك الشهده ديالو بحال دابا انا خديت معلقه حاولوا خلطوه مع المعلقه ديال العسل حاولوا نجمعوا جيدا العسل تاع هو زوين بزاف لتحت العينين صافي وها الوصفه واجده من الاحسن خليوها بهذا القوام اللي هو يكون متوسط ما تكونش سائله بزاف وما تكونش ثاني عاقده مئة المئة لا دائما تكون بهذا القوام هذا اش غادي نديروها البنات دابا غتاخذوا دوك القطن الدائريين اما هادوك اما القطن العادي لانه يعني كاين اللي عندها هادوك اللي ما عندش عندها غير القطن العادي فماشي مشكل غير القطن العادي انا غنشرح لكم الطريقه غتاخذي واحد جوج ديال الطريفات بحال هكايا وغادي نوضعو فيهم الوصفه ديالنا شوفوا بحال هكا هي الاولى نزيدوا بعد الثانيه يعني بزاف ديال الناس كيبغيو الطريقه ديال التطبيق لان مهمه في اي وصفه باش تنجح مع الجميع بحال هكايا كتاخديهم وكتوضعيهم تحت العوينات ديالك تحت العوينات وكترتاحي يعني ماشي ديريهم وانت خدامه في كوزينا ولا كتشقاي لا حتى تبغي كاع تنعسي تنعسي الوليدات تبغي ترتاحي خدي اختي هاد القطعه هاد ديال القطن سواء الدائري ولا هاد العادي ديريهم تحت عويناتك ارتاحي تقريبا ما بين انا كنصح ما بين خمسة حتى ربع ساعه يعني ما بين خمسة دقائق حتى ساعه صافي من بعد اختي حاولي من نسبة تحيديهم طبطبي ديري بحال المساج الخفيف تحت العينين ديالك وحتى في الجناب وحتى في الفوق العينين اللي كانوا عندك شي عروق بارزي ومن بعد اختي حيدي هاد القطينة هادي وخودي اختي شوية ديال الماء ورد ومسحي بيه هانتوما خدوا الماء انا نوريكم الطريقة انا هي الطريقة البنات اللي كندير كيما كان كيما كنقولوا كيما كنستخدم الوصفة كنشاركها معكم كتاخدي امي هاد الورد تغمري بيه هذاك القطن ومسحي تحت عينيك يعني مسحي البقايا ديال هاد الوصفة هادي ديال الكركم مسحيها بالقطن والماء ورد مسحي مزيان مزيان الا بقى لك شي صفيره عاودي ثاني ديري قطينه واحده حتى ما تبقى حتى شي حاجه وبصحتك وراحتك هذه البنات هي الوصفه المعجزه في القضاء على التسبغات او لا في القضاء على الهيلات السوداء ولا انتفاخ ولا تجاعيد ولا اي حاجه لانه يعني راه كاينين بزاف ديال المشاكل كاين اللي عندها هيلات سوداء كاين اللي عندها زروقيه كاين اللي عندها نفوخيه كل وحده والمشاكل اللي عندها فكيختلفوا طبيعة الحال من سيده الى اخرى ولكن هذه الوصفه انا كنسميها وصفه الخرقوم المعجزه في علاج جميع المشاكل ديال تحت العينين فيها العسل فيها اتاي فيها الخرقوم فيها الحامض يعني فيها المورد فيها جميع المكونات اللي غتستافد منها العوينه ديالكم ولا تحت العينين ديالكم غنزيدكم واحد السر هو البنات كنديروا هو انكم كتاخذوا دوك المكعبات ديال الثلج داك المول ديالهم ديال الثلاجه كتوضعي فيه الماء كديريه يجمد ما بين ما بين 15 حتى دقيقه تيجمد مزيان ومن بعد كتاخذوا هذوك المكعبات ديال الثلج هما هذو حبيباتي هذا هو المول ديالهم بحال هكا كيكون وهادو البنات هما المكعبات كيكونوا جامدين كتأخدوهم وكتوضعي كل الا ما قديتيش مثلا ديري هكذايا لانه كيكون جامد شويه فخدي واحد القطينه يعني انا نوريكم يعني حتى الا عندك العيا وعينيك كلوك كيحرقوك ما بقيتيش قدرتي تشوفي التليفون ولا البيسي فديروا الطريقه البنات انا راه ديما تنديرها كتأخدي قطينه بحال هكايا وتزيدي ثاني قطينه من الفوق باش تسدي عليها صافي وكتاخدي مثلا تحت العينين ديالك وكتبدا يطبطبي هاد هاد الموارد راه كيبقى واخا لك دابا ما مهبطش الماء كيبقى تدريجيا حتى كيهبط الماء وفي نفس الوقت ملي كتهزيها ولا كت يعني تهزيها بسبعه بسبع ديالك ما كتحسيش بانها جامده كتطلقيها لا كتبقاي هزها ماشي اشكال وكتبداي تطبطبي تحت العينين ديالك بالقطينه أحسن ما ديري شي زيف ولا شي منديل يعني القطن كيكون صحي للبشره وصحي لتحت العينين خصوصا منطقه اللي هي حساسه بزاف فهذا البنات اللي كندير انا هي ديال الطريقه ديالي فين ما تحسي بالعوينات ديالك نشفوا لك عروقه عييتي ما قدرتيش كاع تشوفي لا في بيسي لا في التليفون لانه كثر الاستهلاك بطبيعه الحال الاشعه راه كتهلك العوينات فاختي خدي مره مره هاد المكعبات ديال الماء وردي عليا الخبار ممكن ديروا مكعبات ديال العصير ديال الخيار حتى هما يا البنات راه ما شاء الله كتاخدي واحد الخياره كما كنقولوا حنايا كميه ديال الخيار وتشدي اختي تعصرين من بعد اختي ما كتشدي داك الخيار تعصريه مزيان مزيان تقطعيه تحكيه في الحكاكه ومن بعد تصفيه وتعصريه هذاك الماء كتعمري به هاد المكعبات هادو وكديريهم يجبدو كيولوا باللون الاخضر وكتاخديهم هما عوض هاد الماء هذا اللي درنا الماء عادي هذه هي طريقه البنات زوينه يعني واخا ما يكونوش عندك مشاكل من الاحسن بقاي ديري الطريقه على القليله جوج مرات في الاسبوع زائد هاد الوصفه ديريها مره في الاسبوع الا ما مشاكل كثيره اما الا عندك مشاكل كثيره داومي عليها ما بين 3 ايام يوميا حتى حتى تحسي بالمشكل تقطع ومن بعد بقاي ديريها غير ما بين مرات على جوج المرات في الاسبوع ولكن هاد المكعبات البنات ضروريين خاصهم ما يخطاو حتى وحده سواء كما قلت لكم عندكم مشاكل كثيره تحت العينين ديالكم ولا لا المكعبات ديال الثلج غزالين كيعطوك واحد لينييرجي في العوينات كتحسي بواحد الطاقه كتحسي بانه الروتين ديالك كامل تبدل ديروه وردوا عليا سواء بالخيار او لا بالماء اللي عندك اللي توفر عندك خدمي بيه الخيارات تاخدي غير جوج خيارات كاع ماشي بشرط كيلو ولا جوج كيلو راه غير خياره ولا جوج شديهم حكيهم مزيان مزيان خدو شي خيار ميه شويه بيكونش ناشف. ما ناشف ومن بعد حاولوا كيما كنقولوا حنايا تصفيو في الصفايه والماء ديالو هو اللي تخدمو به راه ما شاء الله راه فين ما حطيتو كيما كنقولوا كيعطي نتيجه ومنذ اول استعمال يعني ما تحتاجيش مده طويله باش باش يجيب معاك نتيجه بالعكس منذ اول استعمال كيعطي كي نتيجه هذا الشيء اللي كاين حبيباتي ديال الوصفه ديال اليوم الرائعه والاقتصاديه أه، نتمنى تعجبكم خصوصا هاد الوصفه هادي ديال البنات ديال العسل الحامض الخرقوم واتاي والمورد راها انا كنسميها كما قلت لكم وصفه الخرقوم ومؤخرا بزاف ديال البنات قالوا لي راه تحت عينينا راه ولا حالتو حاله حاله عافاك ما معنا شي حاجه عطينا شي استيس زوينه عطينا شي وصفه كديريها انت في هذا فصل الصيف هذا راه نشوف لينا كاع لا العينين لا العروق لا, و... لا كل شيء جربوها والله القسم البنات ما عليها بالعكس غتولي عندكم الوصفه كما كنقولوا حنايا المفضله الاقتصاديه المعجزه اللي منذ اول استعمال ان شاء الله غتعطيكم نتيجه فهادشي اللي كاين حبيباتي اي تساؤل اي استفسار فخليوه لي في التعليقات مرحبا حبيباتي على الراس والعين كنجاوب جميع التعليقات ونتلاقى معكم ان شاء الله في فيديوهات مقبله بسلام عليكم